بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء المولى وبتوفيقه حنكب الله بين آيات طبن إيا سيدات إلى آيات صدن إيا سقعد. وصورة الإسراء درس جهور آيات يقدم بيس وحيد. وكم أهلكنا إما سان هلاقنا كثيرا إن بضا ومن القرون قرنيالا من بعد النوح. وكفى بربك الرب قابا كفلا خبيرا حق أقال أهام بذنوب عباده الدومه سدن بقوده بصيرة. من كان قفكي يريد كي دوني العادلة مدى دقدقة أو أدونك عجلنا وان أدد جين له ننكا فيها أدونك الحديثة ما نساوحي عن دونه لمن نريد أن هدان أدد جين قفك عن دونه قف والبصين ماين. ثم جعلنا له حان أييلي جهنم جهنم يان أييلي يصلاها وقلي مذموما استبع عايا وعبالا مدحورا ولئريي عن رحمة الله لغيري حوي قفكي الدنيا ذهب أو عملك أو سمينا يا الدنيا كرّبة سيد وحرب الله سين ماي بحي أنجو عن دونه ياسين النبي عليه سويس وحرب الله سين ماي واللي بقف كان أنجو دون قرب بدنه الدنيا أقوى يبان سيد وحرب الله سينين مركو سيدا يهي مركي الدنيا أصان نقضه آخر جهنم أصبناتين جعلنا له جهنم وقلي مذموما استوى عاين وعبالة مدحورا ولأدي عن رحمة الله لغيري يسدان نكون أيامين. بركة الدنيا ذا إن لاقوه وعمل كهودن الدنيا ذا قابل له. لما ربه. وين هذا خري الدنيا أوش قيسته. لبده إلا الله هاي. وعمل كهذا هدا أذقو مؤمنة. ذا الدنيا ذا كش قيسته. أجد ويا بتكهدي بقى. وأسبابتي الله سبعي بتوع عمل فشي. من كان قفكي يريد كي دوني. عمل كيس لا دوني العاجلة تمدا دقدق إيه أضين أطمد. عجلنا وان أددت له قفك فيها عجل هذا نحن إذا ما نشاء وحدون وحيسو دون ما وحدون ناسين ولي بل من نريد نكا دوني نبهد نودد جنين. ثم جعلنا له وحن أيلي جهنم يصلها وقلي جهنم مذموما يسوى عبالة وعايا مدحورا أولي عن رحمة الله لغيري ونكا دنيا عمل كيسو لجينا. ومن أراد قفك ولجيه عمل كيس الآخرة آخرة دونية وسعى عمل فللها آخرة سعيها عمل كي أعلم يوضع عدى الله وهو مؤمن مؤمن إيهي فأولئك كوا كانوا هذا سعيهم عمل كوضو مشكورا كلا أقبلي قفك عمل كيس آخرة ولجيه عمل كاذين اللي يمان عمل وردن ماها عمل كاذين وضاع إيمان له لي يمان الله سبحانه وتعالى وحده قوة وانك أقبلي عمل كود ومشكور والسؤال وين يا عمل كود فلهذا الله ماذا مثلا إسبار بردك مارك الدنيا دوني يا آخر دون هذا كان آخر دوني يلفتيس الدنيا دي نووشة قيسانة مارك الله ماذا والله يا الله ماذا والله كدون وين ومن أراد قفك دونة الآخرة آخرة وعمل كيسة كود دونة آخرة هي النعمة هذا وسعى عمل فلالها لأجلها آخر الدرس سعيها عمل كبير علمي إضافة واسدة وهو مؤمن مؤمن يهي فأولئك كوا كانوا حوء هذا سعيهم عمل كوضو مشكورا كل أقبلوا النقضة اللي عندي قيسة لا أقبلوا كل الدمان والله بدأ قلبة كل الدمان نمدوا نصين هؤلاء كوا رزق قوض وهؤلاء كوا نوانصيننا من عداء ربك ربك عد يدي سالك السين وما كان ما عداء ربك ربك سين تيس محظورة تي ممنوع معها وهو قال ليه لما تقول ما رزقي والله سين أدون كمرك لجو كون آخر أدون كي كون دوي أدون كا لما تقول رزقي والله سين يا أو رزقي الله مرك أدون كدي لجو وحب الله يا ودتك حن حن إني كحو على بطان لما تقول رزقي هو قريه لأن قفكو وحيون يسوع الله إيماننا الدبيعية الله وكالمين وين يلان قاتشاد يسوى الله ما يمنين كلان دمان نمدوان نسين هؤلاء كوا الدنيا دونك هي وهائلة كوا آخر دونك من عضاء ربك ربك عديد يسا يعني كسين بألي وما كان عضاء ربك ربك سين تيسو عديد واسين محظورا تي ممنوع ما لماذا قلبه ويعني ويكغيب قليا آخر ميكوك لدوينهم الله حوله انظر بلاك كيف السدة فضلنا أن أكل ديريسين أكل فضل بعضهم قاركوا على بعض قارك كلا ولا الآخرة آخرة أكبر كوين درجات حق درجوينك
وأكبر كون تفضيل الحق فضل سنت بس هو حوي بلدت كسان وفدون كدت كتشوب على فيس سيد الله كلا فضلي حوي قف قفكو الله دون تاجر بكدين كو الله دون فقير بكدين أو قف قاله وحلاج يا بحون إنه تاجر نقد قف مؤمن هنا إنه فقير نقد وحاكل ودعي كرتها قف كفقير لماذا إنه عقاب لعقاب تايب ودعي كرتها تالله إنك إنه بتجليه بركة بل سيدان ذاتك أكل فضل بليك بالي أدونك اللي تشوغه ولا كلا فضلين يحي أو ضاعي مؤمن ما فيزقه كمتاقنا سيدو الله دون أمام ليا لكن آخرة درجة مؤمنين تأجلته يا وين وليبا آخرة لغسي كلا فضلين يحيو قرنار بيقالي يعني كوة جنة قلا وسي كلا فضلين يحيو كيل درجة ديريهين انظر بليك بأنه بيقال قيري إننا والينا شيء كيف سيدان فضلنا أفضل لي بعضهم درك قادكور على بعض في الرزق الرزق أولا قبل بلاك أفرسه كما تعلق دواء إرادة الله كما تعلق روحا وناقسي حمانسي سفقري كما تعلق دواء لكن ولا الآخرة آخرة أكبر وين درجات حق درجوين آخرة لغو كلا درجة سرية وأكبر وين تفضيلا حق كلا فضيلة وإهل النار كي يولي جنوب كلا فضيلين إلو جنها لفتيسا كلا فضلا إلو نارك لفتيسا كلا نار بدن وقلو الوحي مدتي بي مدنية بل سيدا إلهي تسرف كسيوه لا تجعل هيال مع الله ألم عيس إلها إله آخر أوكال وفتقعد آد أهاته آد فريسة مدموما أضو عايا مخذولا هوقا الله الله كاله بربر إله كاله نبي الله محمد با سيدا لقوله fariinta inaga la ino soo marinaya oo fariintu waa inuu ino keeno nabi ilaahay muhammad marka ilaah marka la yiraa ilaah waa nakiro wax ka soo cibaado alla leeyahay lagu gaar yeelo ilaah buu noqonaya walaw qofka caabudaya yuu ilaah buu bixinay ilaah buu noqonaya marka alla wax kale ha barbardhigay marka inaga ducada iyo xaqaas waxa weeye ilaah iyo awliya alla markaana hada awliya alla way jirtaa laakiin waxba kuma tari karaan alla hada soo barbardhigto أولياء الله دتك ودم بعوض أولياءه أولين إنه هاي كل جن من قال الله إله إلا الله محمد رسول الله وكل رقم وأولي وأولي وين مركه الله بربر لجنه الله كلي عابد أو كلي بري أدعاء مخل عبادة لا تجعلها يل مع الله لا تجعلها يل مع الله ألم عيسى حق عبادة آلها لا تجعلها يل مع الله ألم عيسى إلها إله كلا صبر بردجن آخر أو كلا وفتقعد آد أهاته تصير آد أهاته معنى كده تقعد وفد تقعد آد فريسة آد أهاته مذموما كعايا مخذولا للهوجي وقضى ربك ربك وحكمي ألا تعبدوها عابدنا إلا إياه إستقم وياني وأحسنوا الصمفال بالوالدين إلا بدا والد إحسانا الصمفال إما يبلغن هدو قاره بني آدم عندك أكتاد الكبدة داء أحدهما متقوط أبيه هويه أو كلاهما لبضوا بالداء قالان فلا تقول لهما هكلهن أفي هذا الحن هكلهن ولا تنهرهما هقول قولي وقل لهما كل قولا قول كريما وناكسا كله الله وحو حكمي وأمر قضادا وأمر وحو الله أمري إستقبوا يقولك الله كلينا العابدين والدين كان الله إحسان فلو هدو متك مده والدين وأكت هذا الداء كقال عم لبضوا هذا الحن هذهن وفي وهذا اللي يروي مركه وحي كوينان محظملين وفي يعني اف صومال مركه كير بالغينا اما واض حنتها سدا سو كاله انت كلي هذه وحي كسي ويلان محظملين ما دي كرتيدوي هقول قولي قولك وحا كميدنا سدا اوو غعسيد اما هذا اللي يركول تيرادو مركه والدينك حتى هدي غالي يحيين والله احسان فلي والله سما فلي حتى هدي غالي اسوا بنت ابي بكر صديق hooyadeed baa u timid oo mushrikada markaa nabiga tirmiyaan xiriiri buu hooyada waalidku markaa gaal haduu yahay iyo haduu muslim yahay waa loo samafali laakiin waxun haday ku amraan laga yeeli maayo halka yaabinta nabi ilaahay muhammad wuxuu leeyahay alayhi salatu wasalam raqiba anfu rajulin nin hasan boodoba hadu loobo aniga la igu agsheega magacaygu igu shali waay raqiba anfu rajulin nin labadi si waalid tiisa ay joogaanina janna galin rigaam furajulin ni soo u galayo isagoo loo dambi dhaafin oo ka dhamaad marka waalidku halkaas u taagan yahay Allah baa lagu daba qabtay alla kaliya caabuda waalidkan u xisan fala waqada rabbuka rabbiga wuxuu xukumaayo amray
ألا تعبدوا إلى إذان عابد إلا إياه إساقم وإياه وأحسنوا الصمفال بالوالدين إلا مدى والدين إحسانا الصمفال إما يبلغن هدو قال عندك أكتاد الكبادة داء أحدهما متفض أو كلاهما أمر لبضوضبا فلا تقول لهما هكودهن أفن كربا لقودا كودهن أدو هذا الأكنح هكودهن وين ولا تنهرما هنقول قولي هو هذا اليرحب بدنه وحقي على كوتشي بسوها كلها لن وقل لهما أود قولا قول كريما ونكسن آب حتى إن أدمق عيسى أقويا للا مرحبه ولو مركو كلها الله آب آبهاي آب سيدا سكر هاي سيدا سكر هاي مقع عيسى حتى أقويا وعاقنمه مقع عيسى أقويا وهذا الأدقوي أدمق عيسى أباها أقويا واخفض أرارعي أما أولالمي لهما لبدو ذا جناح الذلي قرب تلعسن من الرحمة من أجل الرحمة رحمة درتين وقلوا حاتل رب رب قيوم ارحمهما أن حريصو كما رب يعني سيدا إيسو كوريين صغيرا حالا يرى سيدا دمالي واخفض لهما جناح الذلي يعني شمبير باليسكو شبهيا سيدا شمبيرتو سيدا دوالدك أغن حريصا سيدا شمبيرتو عرورتا ذا إبادك أغن الله ذي سيهو سيهو قليسو ساسو كالي أغن حريصوين marka naxariista adu naxariisana sidii shimbirtaasi ugu naxariisana xaruurteeda abiyo iyo ugu naxariis marka wax baad leba laga dhigay soo galiyo soo dhaweeyo nicmad u nicmeh waqfid u raarici ama u lalmi lahumaa labadooda shanaaxa dhulli karab jilicsan yaani dhaqan wanaagsan oo jilicsan kula dhaqan way min arrahmati min ajli arrahmati rahmat darteen wa qurwaati ila rabbiga rabbiga yow irhamhuma un naxariiso كما رب يعني سيدا اي كوريين صغيرا اني قويان مركا والدك ان لو دعيه وحاوي دعاله هي الصدقه لبدا اني والدك قادي ليس كما خلاف سنة اني قوالي عبادة هذا كلا يا علماء حليهن امام الشافعي عليه وهل ليس للإنسان الا ما صعى مركا ليلة عمل كيسي عمل انا هين وحبو ترم هاي وان دعادي يا هاي مركا تهوى لقدي ذو حاليني ilmahanu ba waalidki amalkiisi way waalidki ba dhalay way marka ibnu taymiya xulay hatta salaadada wax ka siin kartaa waalidka quraanka aad aqri wardiga waxa la wixii dhaaca allah ba waalidka wax ka siin kartaa buu leeyahay ibnu taymiya rahimahullah waqfid urradi ilahuma janaha dhulli min arrahma rabbi wahatira irhamuma un hadisu kama rabbi yani sayi kuriya saqidan anigo yaa rabbukum rabbigin dad yahow a'lamu wa ogyahay bima fi nufusikum naftiina qalbigiina waxa ku jira إن تكونوا هداتي صالحين الضد فيعا فإنه ألي كان وحو أهدي غفورا كورنافا للأوابين كوة توبكين كبدا أيضو حيث الماما يسعددك والد كوضون حريسانو هدات قلبك واحد ظاهر كأدك السمين إيسان دون قلبك إذن كوشرين أي ظاهر كانوا استسلسيهاي الله بأيدنا هذا كل البعاتين هذا لكن هو سعد والد كأد شعشة ورونتاي الله بأقول قلبك الله بأقول marka hadda dad fiican tiino waalidkood u roono wanaagsan Allah kuwa toobakeen ka badan oo dhaafa kuwa toobakeen ka badan waxa lagu tilmaamaa qofka markuu dambaba toobakeen markuu dambi ka dhacay ilaa dambi ka dhici waay maayo marka dambaba toobakeen oo hadii jeer is xusuusan tawaabku waa ka weyn rabbukum rabbigiina calamu wuxuu og yahay bima fi nufusikum nafihiina waxa ku jira qalbigiina hadii waxu waalidka qalbiga ugu jiro dadkan daahirka tusaysaa iy hadii qalbigiinu fiican yahay wax yar kuleyl aad u muujisan Allah baa inta kuunu hadaatihi saalihiina dad fiican oo mu'miniina fa innahu alla kaanu wuxuu ahaday qafuuran kii u dhaafay lil awaabina kuwa toobakeen ka badan oo dambi kasta oo ka dhaca xusuusan toobakeen waatisi markii waalidkii sidaa la yiri atisi dal qurbaan qaraabada dadku saaxibka xaqahu xaqiisiisi wal miskiina miskiinkana xaqiisiisi wabna sabiili ka socotadaan xaqiisiisi wala tubadirha sayr sayrin tabdiran sayr sayrin oo maalku meeluna u cunamin ha ku bixin waan ayadan waxay tilmaamaysaa waalidka markii saa ugu dadaal la yiri ee qaraabadii kale aanay loobin way oo waalidka kaliya ha ku gaabsanine qaraadadii masaakiintii kale waxa uu heli kartaa si laakin mubaddal ha noqonin madaddal bay Soomaaliyo tilahaday meel uuna u cunamin ha ku bixin way meeshaad ku bixinaysa meel u cunanta ha ahaato way marka ayadu waxay nagu boorinaysaa waalidkiin u dadaala laakin dadka kalena ay loobin way macnahe wa atisi dal qurba qaraabada kuwa u saaxiibka xaqahu xaqiisi uu kugu lahaa qaraaban xaqi qaraabanada wakiin nabigu yidhi hooyada aabaha marka siday ku kalxiga
halka uga sii bilow iyo wal miskiin miskiin dadka aan waxba haysan miskiin waxa la ilaah miskiin iyo faqir markii mid kood la sheego waa nin wax ku filan aan haysan shaqan aan hayni way iyo wabna sabiili dadka socotada oo sahaydu ka gooday walaa tubadir hasayd sayidin maalka tabdiiran sayid meel uuna ku aboonayn ha ku bixin innal mubadirina kuwa maal sayidayaalkii kaanu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiin shaydaan walaalihi bay noqday shaydaan bay shabahan wakaana shaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaaday kafuurkii aad uga gaaloobay li rabbihi ikhwaan marka carabiga la yiraahdo walaalnimada aan nasabka ahayn baa ikhwaan lagu jamciyaa ikhwaan walaalnimada nasabkaana ikhwatun baa lagu jamciyaa marka waxaa la wadaa mubadiriintu shaydaan bay shabahan shaydaanka wuxuu ka shaqeeyaa sawmaha qofka mubadirka xoolihiisi waxyaabo aan u cunamay ka shaqeeya waa khatar weyn dadka jaadka ku yibsada ka war dadka jaad ku yibsada darogo isaga waalaysa uu ku yibsanaayo xoolihiisi nadiifta ah xalaasha ah darogo ku yibsanaaya bal ka war waa khatar weyn innal mubadiriina kuwa sayidsayda maalka kaaru waxa ahdan ikhwaana shayaadeen shaydaanka kuwa shabaha oo la walaala wakaana shaydaanu shaydaankuna wuxuu yahay kafuurankii gaalnimo badnaa libi rabbi ka galo marka mar wixii aad shaydaan kula mid noqon xoolahaagi marka aad si xun u khasaariso meel aan u habboonayn ku bixsaday shaydaan walaalkii baa tahay shaydaan wixii la marin jiray baana lagu marin way ma tucridanna haddaad ka jeesato nabiyullaahi maxamed oo canhu masaakiinta adoon waxba haynin ibtiqaa raxmatin raxmad rajaynteed xaalaad ku sugan tahay ama ibtiqaa raxmatin raxmad dalabkeed xaalaad ku sugan tahay min rabbika rabbiga aad ka dambayso tarjuuha raxmadda aad rajaynayso faqul waxaad ku tidhi allahuma iyo qowlan qowl maysuuran oo fudud ku dhig walaa tajcalha yeelin yadaka gacantaada maqluulatan tii laaban ilaa cunuqika luquntaada soo u xidhan yacni bakhayl ha noqoni baa lagu leeyahay walaa tabsudha ha fidini kulalbaasi oo waxda isaba ha bixinin oo fataqcud aad ahaato maluuman kulala dagaalamo maxsuuran oo sharan oo yacni aan tasaruf lahayn waa neefku markuu daalo neefka yaa xasiir la yidhah neefku markuu daalo marka ku daalan baad noqon oon kici karayn aayaddu waxay tilmaamaysaa nabiyullaahi maxamedow haddii adoon waxba haynin ay ku yimaadeen yacni tarjuuha min raxmati rabbika aad la leeyahay waad rajaynaysaa waxba ma haysid markaa wey adoon waxba haynin hadday dad masaakiinay ku yimaadaan hadal fudud ha guulguulin walaale markaa waxilaan ku siinayna khayr allah ku sii waan kuu duceyn sidaasoo kale hadal fudud laakiin hana ka nixinin waxuna ha ku dhihin oo canaanayn oo warmaha meesha ku keenay iyo wax la mida ha dhihin marka waxay tilmaamaysaa ibtiqaa raxmati marka laleeyahay waxba ma haysid wey marka jeedsigu waxa weeye aadan waxba siin karin wey ee inaad saa uga sii jeedsata maaha midda kale waxa weeye gacantaada tusaa u laaban oo cunto bakhaylnimo ha noqonin nin gacantiisu saa u xidhan tahay miyuu wax bixin may saa ha noqonin saana ha noqonin wax walba ha soo bandhigin wey marka haddaad saa noqdin maluumantu iyo maxsuurantu waxay kaleeto maluuman bakhayl ha noqonin haddii kale waa lagu ceebayna maxsuuran wax walbana ha bixinin waad fadhiisanay waa daali saaskii kala daran yihiin ima tucridanna haddaad ka jeesato canhum cani lmasaakiini ibtiqaa araxmati raxmad rajayntii darteed oo min rabbika rabbiga ka hatay raxmadaasoo tarjuuha aad rajaynayso faqul lahum waxaad u tilaa qowlan qowl maysuura sahlan u dhowalaal ilaahay ku sii oo kuu ducay markaan helo nagu soo noqo saasoo kale walaa tajcal ha ka yeelin yadaka gacantaada maqluulatan tii ku xidhan ilaa cunuqika luquntaada oo bakhayl ha noqonin baa la leeyahay walaa tabsudha ha fidinin kulalbasi fidin oo dhan wax hadaysaba soo banaan dhigno ha bixinin oo fataqcudda aad ahaato maluuman kii lala dagaalamayo la ceebeeyo waa markaad bakhayl noqoto maxsuuran oo daalan oon waxba tari karayn marka intaad maxsuur noqon lahayd adoo xoolihii kala reebo oo dadka yacni markaa baahida baad intaad ka bilowdo haddana dib dambe masaakiinta kuu timaada aad halkii ka sii siiso laakiin mar keliya haddaad wada bixiso dhowaan maxaad siin adigbaa isagoo kala noqonay nin bakhayla la yidhi warmaad wax bixisido de iyagoo kala noqon buu yidhi maxaan wax u siin buu ina rabbaka rabbiga yabsudu riqa risqiguu ballaadhiya liman yashaa u qofkuu doono wayaqdiru uu ku celidaa liman yashaa innahu alla kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xog ogaal waa bicibaadihi addoomihiisa basiiran oo arka wey ayadu waxay tilmaamaysaa xoolaha in la bixiyaa faqiir lagu noqon maayo in la haystana xoolo lagu yeelan maayo xoolaha badin maayaan haddaad haysato haddaad bixisana yareyn maayaan ka risqiga ballaadhiya ama yareeya ama badiya waa allah marka saa ogowey
هذا واحد بحيث واحد بين ثنا حولي كاي يرين ميس هذا العشة ثنا كوب بدل ميس كواحد بديه وحنا يرين يا الله وين سلا كتلق إن ربك ربي جا يبسط الرزق رزقكو بلاريا لمن يساو قفكو الدون ويقدروا كعلي دي قفكو الدوننا إنه هل كانوا وحو أهادي خبيرا كي حقو قالوا بعبادها دوميه سبصيرا وأرك مربط سيدا مثل حدو كتشرته يوكو مامولي حديث باوحو يهي إلهي قف بفقير كدقي وحو أغي يهي قفكا غني نمدو إلي كل بدن تهو كبر قبل ألا غني بكدقي هدو فقير نقض إنو دين تبكات تقال لغي يالا وحالي إلى هذا حق عرفته وحالي إلى قفك مركو فقير نقض عرفته وحالي إلى بدمتكو حول بدين وكدع عبدين يهي بالي إله أدفون إنا يتايمو أغي مركو فقير نقض وبكتك بمساجدك سومالي دو سيدا بدل كيدو ويو نكا فقير كي مساجد دادو وو بدنية كحولها لي لكن ملاها سيسو مير ميري ولا تقتلوا هل لينينا أولادكم عرورتين خشية إملاق قاتشوك عبسيقا عرورتا ولينينا نحن أنقا نرزقهم أرزاقين عرورتا إيو إياكم إذن كبا إن قتلهم دل كودو كانوا وحوا هذا خطئا قف كبيرا أوين الله wuxuu leeyahay caruurta iska laynin idinku gaajo ka cabsan marka meesha waxaa la soo hormariyay nahnu narzuquhum wa iyyah suratu an'am nahnu narzuqukum wa iyyah nahnu narzuqukum ya dal soo hormariyay tan caruurti baa la soo meesha narzuquhum caruurti iyo wa iyyakum halkaana narzuqukum iyo wa iyyah waxay ku kala duwan yihiin meesha caruurta laynin la leeyahay faqri ay caruurtu idinku soo kordhiyeen hawlaynina oo fakhri aan ka cabsanaysaa meeshaana waxa weeye faqir aad idinku faqirnimo tihiin arurta darteed hawlaynina suurada waxa weeye faqri idinka idin haya darteed arurta hawlaynina tan waxa weeye faqri arurta in idinku soo korriso aad ka yaabantihiin hawlaynina saas ay u kala duwan Allah wuxuu leeyahay wala taqtulu hawlaynina arabtuna way leen jireen arurta iyo gabdhaha iyo waxba loo leen jireen wala taqtulu hawlaynina awladakum arurtina khashata imlaqin gaajo ka cabsigeed wa arurtu inay gaajay idin ku soo kordhisa aad ka yaabantihiin nahnu annaga narzuquhum arzaqina bu allah yiri iyo wayaakum idin kaba in qatluhum dilkoodu kaana waxa ay xid aan gaf kabiiran way arurtu illa allah yaa gaajay darteen wala taqrabuha u dhawaanina azina zinadaha u dhawaanina innahu zinuhu kaana wuxuu ahaaday faahishatan fool xumo wasaa waxaana xun zinaha saaxu sabiilan wadaahan u dhawaanina baa leeyahay allah imanina lama dhahin u dhawaanina yaani asbaabtiisa hata ka fogaada way meel dhadhow ha imanina u dhawaanina zinada marka zinadu waa faaxsho way xuntahay nasabkiiba isku dhaxaldami akhlaaqdi oo dhan baabi dadkii sida xoolaha kale noqonayaan way marka gabadh uur leh ma la guursan kara gabadh si xun u uraysata ma la guursan kara nabiga wuxuu calay salaatu wasalaam beernin kale leeyahay biyahaaga waraabin beernin kale leeyahay biyahaaga waraabin lama guursan karo mamnuuc way laba guursan karo ninka guursan ama ilmaha hadalo ama cid kale hadashay laba guursan karo maxay yeleey ilmahan khald ba ka iman oo khaldama ilmihiyo ilmahan caruurtaadi kamid ah ba caruurtaadi ku soo dhaxdan laakiin hadda waqtigan waxa joogta waa li sumeeriya baa la igu yiri ah labada caruurta is waxaysay waa li sumeeriya baa wa mamnuuc way sheekh mamnuuc way ah nabiga hadal kiisi biyahaaga beer ninka la waraabin way waa ka dulgeyn iska ilaali sheekh wala taqrabu zina zinadaha u dhawaanina إنه زينه مذكر بكعب زينه كان وحو أهاده فاحشة فالحمة وصاعوا نحيه سبيل وداها طريق لقادك أقوحوه أخلاق دور نبا بابا يسوي ولا تقتلوها الدلين النفس النفس التي نفسي حرم الله الله حرام يلي دل كذا إلا بالحق إلا قد لمه يعني ومن أحد قتل الذي لم مظلوما إساقه مظلوما ولا قد قرد فقد جعلنا وحان أويا للوليه قرابة سي سلطانا أود يتصرف فلا يسرف ينكو حد قد في القتل دلك إنه كاوليه إنك لدي الوليه كانوا هذا مصور كله قرقاري معنوه حوية نف ألا دلك هذا حرامي يهدلنا لكن حق ما القدل جاني محسنه كره الدوبي ولا دلية كي نف سوى بلاش قدلية ولا دلك هو مركي نف عن مظنين دل هدلنا قف مظلوم هدي اللي دلو بلا سبب لقد دلو ولي جيسي تصرف بليها أود بليها كاد لي إنه عفيو إنه قصاصه إنه ديكو عفيو سأل الله سيدو دونه ليه
لكن إنه دي لمر كين نقطه ينسل عدي لنا سفي عنه ودي لا لا يهايو وحي ولالك كد لي قرابتي كد لي أكد له ينسل عني بلا لي مركا وحالي نوغو باقيا عفس بالي نوغو باقيا ولا تقتلوها اللينينا هدي لنا النفس النف التي نفسي حرم الله الله حرام يلي دل كينا إلا بالحق إن لقد له يساق متمويا ثاني محسن هدو يهي نف هدو بلاش كد لي هدو في الدوبو كوا صدنا والله لين ومن قتل قفكي لدي لما ظلوما إساقوا لقا قردرانيا فقد جعلنا وحان أيها لي شرعي أهان لوليه قرابدي سي كيد مكتيس لها سلطانا أود وكتل صرفه سيدو دون وروحا كيا لقاتلك هدو دون الدلو هدو دون عفيو هدو دون مكو عفيو مركا مركا إني دلاء نقطة فلا يسرف يونكو حد قبدين في القتل دلك إنه سو كان وحوا هذا منصورا كله قرده دلك يونكو حد قدمن كي وح كدل كوانا هاي يونه أدلن لبر روح يونه أدلن عدان وحبابك قبل يونه أدلن إستاد السفال حي يونه أدلن وكاوي ولا تغربوا ويدع ذا إن فوحي دل فوحان هاي لو دل صمالي ذا أدب وقد حدع ذا نكنا نرجع كام حان كفل اللي ذا أدب صمالي ذا وقد حدع ذا ولا تغربوا هؤلاء وانين مال اليتيم أوان تحول هنا إلا بالتي خسلتي مويانه هي يد أحسن في عيني حتى يبلغ إلى أجر أشده حوجي سأجر حوجيسه ووفوا فيا بالعهد بلنت فيا وحي بلنا هدت كلا جسان إن العهد بلنت كان وحوا ذي مسؤولا في اللي يسوي الدين الله عليه مالك عرورة أغانتها والماء بهاد انتهي وحو شقيه هين حوله ذي شقيه لالي إلا أدواشي في عنا مويان أدواشا وإنا ضد قالي سوية أدو كوريسوت isaga yaruuta isku koris markii marka agoonaad gacanta ku hayso suuratu wa ina isku darsataan raashinka isku meel ku cuntaan wax dhibaato ama leway markii qofka uu noolahay qofka agoonta haya markuu xoolahaysan inuu ka maadminna ujeedadiisu ka qaadan wixii maalinta ilaa haddu xoolahan faraha ka qaado way baabaaya markii ujeedadiisu ka qaadan si uu xoolahan inuu u baabeen agoontu waa sida wala taqrabuha u dhawaanina maalintiina agoonta xoolaheeda illa bil khaslati صفدي مويا الله تي خصلتي هي يد احسن في عيني او ان ادو دقالايسود او ايتيتيبي سود امبالغلي صحتا زكدا او غبخيسو حتى يبلغ الى او غارو اغونكاسي اشود و خوغيسو او غارو او قان غارو marka waa la imtixaani inuu mubaddad yahay inuu rashiid yahay yalla kale imtixaani gacantu laga galin maay barqaatina waa loo keenay waxa la dhigi in aan xoolahoodi u dhiibay barqaati iga ahaan wafu ofiya bil ahdi balantana ofiya dadka bani aadamka ee walaalihiina ee ballanta la gashayeen oo fiyaha kaga bixinay maxaa yeelay in al-ahda ballantu kaanu waxa masuulinka la isweydiyo oo qofkii ballanta ka baxay qiyaamaha waa loo qabsan waa ful kay la miiskan oo fiyo dhameystira ida kiltu marka aad meesaysan wazinu ku wax ku miisana bil qisdaasi miisan al-mustaqim oo toosan oo dhinac la u janjeerin isu dheelitaran ذلك سلاسة خير وخير بنا وأحسن في عن تأويل الحاجة يدي دي لنا إيا عدب تدنبا سلاسة في عنوان تأويلك وماشا شايقو أوئي لن دونوان مركب ميسكا تطفيفها سمينينا اللوجينا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون مركب يددك كم ميسانا يانا وحوين بيكا كم ميسان مركب يوميسا يانا ويك خسارين ووحيار بيقوم ميس سلاسة يلينا لك ميسكا يوزنك يسود اللي تلا قصداس اللقظة فيهرهم وميسانك وهي قصداسك مارك مستقيم وحلول يهي ميسانك وإنه يسود اللي كنا يهي أو دلعون عليس وذا نوي ووفلك إلا ميسك أوفي أرما استرى إذا كلتم مركات ميسا يسان وزينو ميزانا بالقصداس ميزانك ميزانا المستقيم أطوصنوا ديلي تران ذلك سداسا خير وخير بدن إنا تايا يسان وأحسنوا ونأكسن تأويلًا حاجة جديدة إذا دب دم بعربت ولا تخفوا هرع راعي ما شيء ليس لك أن كوسنا به سجع علم علم كوسنا محايا لأن السمع مقلك يول بصر أرق يول فؤاد قلبك كل أولئك وحصر لمبا كان وحوا هذا مسؤول كل يسوي دين عنه حديث ولا تخفوا ما ليس لك به علم هذا الآدم وحبك أجي وجاهل كتهاي هدحقل هبل باصالها ساس هبل ليدي كان النقطة وها شوفنا ومثل هدي مثل الويدي أذن أجين هكذا جوابين أذن علم لهين
وهذا الكذب كذب يصير فرد كذرة فصار صلا الله قبل بساعي لكلام صار واحد كذاي واحد هبطان وقاه لوين أقته حارق غدي سقاه لوين تكلوا حوي مقلك يا أرق يا قلب جبوا السؤالي ما لفتوا ده السؤالي هل لفتوا ولا لفتوا ده السؤالي وحي عاد مقلك عاد كو كسبتي وواحد أرق كو كسبت وواحد قلبي كو كسبتي أنت بقول السؤالي marka maqalka iyo araga waa la su'aal macnaheedu waxa weeye waxaad ku kasbatay baa lagu su'aali way marka waxaad maqashada intaad been maqasho faafiso haddad waxaadan hubin intaad aragto faafiso haddad qalbiga aqeedo xun iyo fikrad xun ku qabato waa khatar weyn meeshaas wala taqfu haraa saa'id hadaba socon ila hadaba galin ila raadin ma shay leysa la kuuno ku sugnaani bihi sheega cilmi ogaan aad waxba ka ogeyn qila wa qala nabigu nahay قيل وقال ولا يدي كانوا يدي هبل بصارة وحسوالا نهي إن السمع مقل ككوده والبصارة أرقي والفؤاد قلبه كل أولئك وحصوا الرنبا كانوا وحادي عنه حقي سبسولا كل سويدين ومقل كاغا محادكو كسبتي محن إي وحني وحدة نبات كل قيستي أرقاغا محادكو نورتي عقيدة ذادي قلبه محاد قليسي ولا تمشي حسواني في الأرض دولك دخي سمرحا أدقو حرقون إنك أدقو dad sidii bisood kor isu qaad qaado lan taqriqa al-ardh dulka dilaacin mees sid kasta daaysa dulka dilaacin mees walan tabluqa al-jibaala buuraha gaadi mees dulan dheerar kar buuraha ku gaadi mees waligaa kor isu qaad kullu ulaa kullu dalika waxa soo dhari kaanu waxa sayuu xumaantiisu inda rabbika rabbiga tiisa makruuhati lan nab yahay marahan asalaha luqada waa farx marahan tu waa farx marka waa farax kibir adoo intaad isku faraxsantahay adigu isku